بون السلام عليكم. هذه هذه لا ريبونس تاع توانسا الامارات. اسمعوا وراثه ومساله جينيتيك لا تداويها التخلف والجهل والغباء وراثه ومساله جينيتيك لا تداويها ناطحات سحاب ولا مغازات على طويبق باللوريه ولا متاحف اللوفر ولا الجزر الاصطناعيه. كي تكون العقليه قرى وسطيه والحضاره خيمه وجمال وقصيده شعريه والمراه وعاء للانجاب والمال لشراء الجنس والنساء والرجال والاسم والهويه وشرف مختزل في طول العباية حينها الملام لا يستقيم والبحث عن الأسباب يفقد معانيه حتى الاهتمام بهالنوع من القرارات عبث وصبيانية. أنكم تمنعوا نساء تونس من صعود طائراتكم ودخول مدنكم أو حتى العبور منها إلى عوالم أخرى إنسانية فذلك من شيمكم ومن أخلاقكم ومن طبيعتكم المتشنجة الانفعالية الفاقدة للحكمة والتقدير والتبجير والاحترام والقواعد والأعراف والقوانين. أنكم تأخذوا قرار بجملة والتفصيل ضد نصف الشعب التونسي بدون تفسير أو تعليل فذلك دليل على أنه تطور وتحرر المرأة التونسية ابقى في حناجركم شوكة ما نجمتوش حتى بعد 6 عقود أنكم تهضموها وهذا بالنسبة لنا وسام فخر واعتزاز ومصدر انجراح وغبطة ما عندكم حتى فكرة عليها. نعرف مليح وأنه كلامي غير مفهوم في قاموسكم الذكور التعيس لكن اسمعوا مليح باش تعيشوا هالايامات القادمة لعنة ربانية 5 ملايين صوت نسائي من 0 ل 90 عام باش يقولوا لكم إلى الجحيم إلى الجحيم طائراتكم ومدنكم وقراراتكم المتخلفة العدوانية باش تسمعوا صوت عليسة والكهنة البربرية باش تسمعوا صوت أروى القيروانية باش تسمعوا صوت الجازية الهلالية باش تسمعوا صوت عزيزة عثمانة وحفيدات السيدة المنوبية وصدقوني ستتحول صورتكم الإعلامية إلى كابوس تتمنى وتمحي ومعها ذاكرة كل تونسية. أسباب قراركم ما تعنيناش وما تهمناش وحتى شيء ما يبرر قرار جماعي على كل نساء التونسيات أما نساء الإمارات مرحبا بهم في بلادنا المعاملة بالمثل لا تعنينا لأن تونس بلد يحترم نساء العالم ويعامل المرأة كإنسان ومواطن كامل ولن نحمل نساء الإمارات هسترت وعربدت بعض حاكم. تحية لنساء تونس تحية لهذا السيدة اللي هدرت تحية للموزايكا فام غسلوكم يا الإمارات ما خلوش فيكم وتحية الكبيرة اللي قالت مرحبا بالنساء الإماراتيين أرجعوكم صغار ما تسواوش الإمارات ولات ما عندكمش قيمة قيمتكم انتوما والسعودية ما ولاتش عندها قيمة. ما ناش نهضروا على الشعوب احنا نهضروا على الحكام احنا كي نهضروا توجور نقولوا الحكام الشعوب ما عندها ما دخلها باسكو هذا القرار ما جاش من عند الشعب جا من عند الحكام كيما السعودية يدها في يد إسرائيل ما جاش من عند الشعوب جا من عند الحكام. مصر كي خدعت القطريين مع السعوديين والإماراتيين والبحريين ما جاتش من عند الشعوب جات من عند الحكام. الحكام هم المنعولين ويتحاسبوا على واش داروا. السلام عليكم.